البيان ده يدل على اهتزاز السيسي وان هو الجيش تخلى عنه تماما، وان الكلام بتاع السيسي النهارده بيوحي ان هو صاحب قتل، صاحب ارهاب للمواطنين. كل انسان يعني لما خلاص بيقرب ينتهي لازم يقدم اخر كارت معاه، سواء حتى لو هيحرج الشعب، لو هيحرج البلد. يعني ايه صفته السيسي عشان يطلع البيان ده؟ يعني ايه صفته؟ مش في رئيس ترطور هو معينه؟ هو اللي يقول. وبعدين في راجل وزير دفاع يحرض فصيل على فصيل؟ هو عمل انقلاب عسكري وعمل فتنه بين الشعب وعايز يأجج الفتنه؟ هو مأجور من اليهود، واليهود موصلينه يدمر الشعب المصري والجيش مصر. الانقلاب خلاص فاشل لانه مش قادر يعمل حاجه بالفعل قصاده الجموع اللي خرجت تؤيد الشرعيه وتؤيد الرئيس محمد مرسي. اللي بيعمله ده فتنه ما بين الشعب، بين بعضه لبعضه، وحرب اهليه كبيره كمان. هو اوريدي هو عملها من البدايه. تاني حاجه ان هو المفروض ان الجيش ما ياخدش من الشعب تفويض ان هو يقضي على البلطجيه او الارهاب زي ما بيقول. هو منه النفس، هو مهمته في البلد ان هو يحمينا من ارهاب او بلطجي. احنا اللي سمعناه ان طامح ابو ظبي، واحنا عارفين ده بيقول اخبار في الغالب بتبقى صح، بيقول ان هم ناويين يغتالوا مرسي في خلال 3 ايام، وهيقال ان ده هيموت اللي هو جاله ايه، سكته قلبيه او حاجه زي كده. فاحنا اللي يعني كون ان السيسي امبارح يقول التهديدات الفظيعه دي ويقول هنرد على الارهاب الاسود بمنتهى القسوه، وبعدين يجي النهارده يقول لا احنا معاكم واحنا مش هنعمل كده. فانا رايي ان هم بينيموا الناس شويه لحد ما يعملوا العمله دي ويختلوا مرسي، وبعدين يبقى الناس دي كلها واقفه. يعني احنا الاساس طبعا الشريعه والشرعيه والكلام ده، لكن مرسي دي حاجه اساسيه، فكونهم ان هم يقضوا عليه يبقى هم بينيمونا شويه لغايه ما يعملوا العمله. ده رايي انا. بتوع رابعة شاف منهم ايه؟ كلهم قاعدين مسلمين جدا، مفيش منهم اي حاجه. هو كل ما في الموضوع ان هو عاوز يقضي على الموضوع ده باي طريقه، لان هي جايله تهديدات من امريكا ان هو لازم يخلص في اليومين دول، يا اما هو اللي هيروح فيها. تغيير عقيده الجيش من ان هو يبقى حمايه الحدود ويبقى ليه عدو خارجي، ان هو يخش يبقى مكافحه ارهاب وضد الحروب الداخليه او الحروب الاهليه. هو ده اللي حصل، وهو ده اللي هو استدرج بيه الشعب المغيب للاسف، ان هو بينزل يديله تفويض مش لقتلنا، هو تفويض لتغيير عقيده الجيش لصالح امريكا واسرائيل. انا عايز اوصل رساله دلوقتي، ان اخويا بيكلمني في التليفون دلوقتي وبيقول لي انت فين؟ قلت له انا في رابعه. بيقول لي لا تعالى انا خايف عليك. قلت له لا انا قاعد في رابعه لحد ما نولي الشهاده، يا إما الشرعية ترجع زي ما هي. قال لي لو في أي حاجة كلمني، أنا في التحرير ماشي، لو في أي حاجة كلمني. معنى كده إن هو يعني السيسي وصل الناس إن الأخ يعني دي أخوه. في موقف مصر مستهدفة من كل العالم، مصر دي أم الإسلام وروح الإسلام فيه، وإذا قامت الأمة الإسلامية أيام الأمة الإسلامية من مصر. فإذا المشروع مش مشروع أبدا، كرسي ولا مرسي ولا أي حاجة من الحاجات البسيطة اللي نعتبرها بسيطة دي، المشروع مستهدف من أمريكا والصهاينة لحماية أمن قومي إسرائيل. أنا بس عايز أقول للسيسي إن هو من الغباء إن هو يفتكر إن هو لو قتل مرسي الناس اللي هنا دي هتمشي. الناس دي نزلت مش عشان مرسي، مش عشان شخصه، الناس اللي هنا نزلت عشان تطبق شرع ربنا. حتى لو هو اغتال مرسي فاحنا هنبقى فاهمين كويس قوي ان هو اللي قتله، ان هي مش هتكون ازمه قلبيه او اي حاجه من الحاجات دي. احنا فاهمين كويس ايه اللي بيحصل، والناس اللي هنا فاهمه كويس جدا. جيت هنا عشان انصر الحق، لان انا والدي قعد في المعتقل حوالي ما يقرب من 15 سنه، دقنا الذل ودقنا العار ودقنا كل حاجه وتعذبنا كتير جدا. فطبعا السيسي عايز اصلا ايه؟ يحول البلد دي لمذبحه، ما يفرقش معاه اي حد من طوائف الشعب كلها. ابن اخويا جاي معايا، لو هو ده شايف ده الارهاب وشايف ان انا ارهاب، اوكي احنا ارهاب، بس ربنا هيظهر الحقيقه. وانا شايفه اللي في رابعه ان هم مش ارهاب، ناس على خلق، وبرده يعني ناس مسلمه وبتغلط، بني ادمين زيهم زي اللي في التحرير. وانا رحت التحرير وشغلي في التحرير كمان، واشوف اللي في التحرير دلوقتي عبارة عن ناس بلطجية قاعدين، مش بلطجية يعني اللي هم بتوع الشوارع، يعني سوري في اللفظ، قاعدين ولا رمضان فارق معاهم ولا انا ماشية في الشارع فارقة معاهم. والله العظيم انا بمشي، المفروض انا بنزل السادات، لا انا بنزل محطة محمد نجيب وامشي مشوار نص كيلو علشان ما امشيش في وسط الميدان اللي انا كنت زمان بمشي فيه وانا فرحانة ورافعة راسي لفوق.